اول ما نقول لحد الاملاح عندك عاليه يقول انا ما باكلش حوادق. شائع دايما عند اطباء البطنه والعظام والكلى والمسالك كلمه ممنوع الاملاح، ولكنها جمله بتحتاج لتوضيح للمريض. ايه نوع الاملاح؟ هل هو ملح الطعام تقصده، ولا املاح الفاكهه، ولا املاح الخضروات، ولا املاح اللحوم والبقوليات؟ هنفهم كل ده مع بعض النهارده. طلبت تحليل بول لمريضه وطلع عندها املاح كتير، فبقول لها عندك املاح كتير؟ قالت لي والله ما باكل مخللات خالص، الاملاح مأثره على الحوض وتعب اجنابي وعامله وجع في كعب رجلي، ايه مدى صحه الكلام ده؟ هل في علاقه؟ في تحليل البول هتلاقي املاح كالسيوم وسيستين، املاح اوكزالات ويوريك اسيد وفوسفات. هل نوع الاملاح هيفرق في العلاج ولا كله فورات املاح وخلاص؟ وايه العلاج المطلوب لكل نوع؟ كل ده هنعرفه النهارده في الفيديو بتاعنا. كل واحد طلع عنده املاح في تحليل البول هيحتاج فوار. امتى تاخد فوار يوريفين؟ امتى تاخد فوار ايبيماج؟ امتى تاخد علاجك يكون فوار يوروسولفين؟ كمل لاخر الفيديو علشان ده موضوع حلقه النهارده. انا دكتور ياسر عبد الغني، دكتوراه من اليابان. في فرق بين ملح الطعام واملاح الكلى واملاح العرق. الناس دايما بتخلط بين العرق الكتير والاملاح. ملح الطعام ليس هو المقصود. ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم، ملح الطعام يأثر على الضغط ويأثر على مريض الكبد، ملح الطعام مطلوب بكميات معقولة، ولو زادت كمية ملح الطعام في الجسم بيعلى الضغط ويعمل مية تحت الجلد ويعمل تورم في القدمين. العرق الكتير مش معناه عندك أملاح كتير، لكن الأكلات اللي بتحتوي على أملاح الصوديوم، أملاح ملح الطعام بزيادة، بتجبر الغدد العرقية في جسمك على أنها تنشط كمحاولة ان هي الجسم يتخلص من الحمولة الزايدة من الاملاح اللي بتضر بالوظائف الداخلية وبالتالي بيزيد العرق. ملح كلوريد الصوديوم موجود في ملح الطعام والمخللات والحوادق. انصحك تشوف فيديو الاملاح وعلاقتها بالعرق هنا في القناة، واللينك هتلاقوه في الديسكريبشن. املاح البول، الاملاح اللي في البول هي املاح الكالسيوم، الاوكزالات، السيستين، اليوريك، الفوسفات. دول في الطبيعي بينزلوا في البول بكميات معقولة. طيب لما يزيدوا هيحصل ايه؟ لما يزيدوا قوي هيعملوا حصوات في الكلى والحالب والمثانة. طب ايه اللي ينزل الكالسيوم في البول بكميات كبيرة؟ دي بيسموها الهايبر كالسيوريا، ودي بتحصل في حالات زيادة الكالسيوم في الدم. طيب ايه اللي يعمل هايبر كالسيوريا؟ امراض الغدة الجاردرقية، امراض العظام، امراض الساركويدوزس. املاح الاوكزالات بقى موجوده في الفول السوداني والمشمش والفراوله والكيوي والطماطم والبرتقال والباذنجان والبطاطا. املاح الاوكزالات موجوده بنسبه بسيطه جدا في المانجا، ولكن اذا كانت المانجا او الفاكهه او احد الخضروات اللي انا قلتها دي بتعمل لك مغص كلوي او بتعمل لك حرقان في البول، فهنا بقى يبقى في مشكله في الجسم، في مشكلة في جسمك في التمثيل الغذائي لأملاح الأوكزالات. ده خلل جيني، جينيتك ديس أوردر، بنسميه الأوكزالوريا. زيادة أملاح الأوكزالات في البول ممكن تكون سببها أولي، وده اللي احنا قلنا عليه الخلل الجيني اللي هو الأوكزالوريا، أو يكون بسبب الإفراط في تناول أطعمة بتحتوي على أوكزالات، أو عن طريق زيادة امتصاص الأوكزالات من الجهاز الهضمي، وده بسبب بعض الامراض المعويه اللي بتعمل اوكزالوريا. طبعا متلازمه النمو البكتيري، فرط النمو البكتيري، امراض الكرونز، امراض القولون التقرحي، امراض البنكرياس، كلها حاجات بتزيد من امتصاص الايه؟ املاح الاوكزالات. فالناس اللي هي عندها بعض امراض الجهاز الهضمي بتمتص الاوكزالات بطريقه اسرع، فده بيكون حصوات اكتر في الكلى، والمجموعه دي بننصحها انها تبعد عن الفاكهه والخضار اللي بيبقى فيه اوكزالات كتير. الحل دايما في زياده الاملاح وخاصه الاوكزالات انك تشرب ميه كتير، تشرب 2.5 لتر ميه يوميا عشان تخفف تركيز البول وتمنع ترسب الاملاح في الكلى. يبقى شرب الميه هيمنع ترسب الاملاح في الكلى، وهنقلل من تناول اكل الانواع المأكولات اللي هي بتسبب زياده في الاوكزالات اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. شرب مغلي الشعير صبح وليل
هيساعدنا في التخلص من املاح الاوكزالات. البروبيوتكس البكتيريا النافعه وهي بكتيريا حمض اللاكتيك او اللاكتوباسيلس، دي بتقلل من الاوكزالات. نمنع المكملات الغذائيه اللي فيها فيتامين سي. لكن لو فيتامين سي من المصادر الطبيعيه بتاعته، الليمون والبرتقال والكيوي، طبعا ده مش ممنوع، لكن بلاش المكملات الغذائيه اللي بيبقى فيها فيتامين سي بجرعات عاليه. ال100 جرام مانجا فيها 36 ملي جرام فيتامين سي. الانسان مننا بيبقى محتاج 90 ملي جرام فيتامين سي في اليوم، يعني حبايه مانجا واحده في اليوم كبيرة ممكن تكفي احتياجك من فيتامين سي. مشكلة فيتامين سي انه لو زاد عن الحد المطلوب بيتحول داخل جسم الانسان الى املاح الاوكزالات اللي بتؤثر على الكلى وتنزل في البول وتعمل حرقان. ففيتامين سي مش مفضل قوي كمكمل غذائي في الناس اللي عندها املاح الاوكزالات عالية، او الناس اللي هي بتبقى عندها احد امراض الجهاز الهضمي اللي بتسبب زيادة امتصاص الاوكزالات. عندنا كمان نوع اسمه املاح اليوريت الموجودة في الكبدة واللحمة والفول والبقوليات والقهوة والكولا. ناخد دايما بالنا ان الاملاح الموجودة في الفاكهة ليس لها علاقة بضغط الدم ولا بامراض الكبد، لان الملح اللي بيرفع الضغط هو ملح الصوديوم، ملح كلوريد الصوديوم، موجود في ملح الطعام والمخللات والحوادق. يبقى املاح كلوريد الصوديوم دي بناخد بالنا منها ان هي اللي هو ملح الطعام، ملح المائده اللي بيتضاف على المخلل اللي بيتحط في الحوادق، الجبنه الحادقه، ده اللي بيأثر على امراض الكبد وعلى ارتفاع الضغط واحتباس السوائل في الجسم وساعات تورم القدمين. في حاله وجود املاح الكالسيوم اوكزالات هندي فوار ماده المغنيسيوم سيتريت، وده هتلاقيه في فوار اسمه الابيماج، والجرعة كيس على نص كوباية مية 3 مرات في اليوم. في حالة وجود املاح الكالسيوم فوسفات في البول هندي علاج بيحتوي على فيتامين سي، والجرعة قرص فوار على نص كوباية مية مرة او مرتين يوميا. يبقى دايما املاح الفوسفات بندي معاها فيتامين سي. في حالة وجود املاح اليوريت في البول بنستخدم مادة البيبرازين، ودي موجودة في الفوار اليوريفين واليوروسولفين والكوليورينال والرينال اس والبروكسيمول، حاجات تانية كتيرة، المهم تحتوي على مادة البيبرازين. الجرعة كيس على نص كوباية مية كل 8 ساعات. دايما فورات الأملاح بتكون قبل الأكل. أملاح الفوسفات ناخد بالنا إن هي مختلفة، لأن هي بتترسب والبول والوسط بتاعه بيكون قاعدي، فبندي حاجة تزود الحامضية بتاعة البول عشان ندوبها. عشان ندوب أملاح الفوسفات لازم نزود حامضية البول، فبالتالي لو زودنا حامضية البول أملاح الفوسفات هتدوب وهتنزل في البول. أشهر حاجة فوار فيتامين سي، وفي النوع ده من الأملاح أملاح الفوسفات بننصح المريض يزود من تناول الليمون والبرتقال لأن فيهم فيتامين سي كتير. ألاحظ طبعا لو أملاح الأوكزالات بلاش فيتامين سي، ولو الأملاح فوسفات خد فيتامين سي، وزي ما احنا شفنا وعرفنا السبب بيكون ايه. عشان تعرف نوع الأملاح الموجودة عند كل مريض بتعمل تحليل بول وتحليل الحصوية لو نزلت منه، اذا امكن لو حد بينزل حصو ما ترميش الحصوة، اعمل لها تحليل عشان نحدد نوع الملح المكون ليها، وبالتالي هنقدر نقول لك هتبطل انهي نوع في الاكلات، هتزود انهي نوع من الوجبات، هناخد فوار بشكله ايه، حياتك كلها هتتغير بعد ما تعمل التحليل ونعرف نوع الملح المحدد اللي عندك. ان كان ملح الطعام بيساعد على تكوين الحصوات بطريق غير مباشر. الناس بتسأل بتقول دايما ملح الطعام في علاقة ما بينه وما بين حصوات الكلى، هو في الحقيقة يعني في علاقة بس طريق غير مباشر. طيب لو عندي أملاح في تحليل البول أعالج الأملاح دي ولا ما أعالجهاش؟ حاجة شائعة جدا ومنتشرة بين الناس، أول ما يعمل تحليل البول تلاقيه زعلان ومتضايق إن الدكتور ما كتبلوش فوار. يعمل تحليل البول يلاقي فيه املاح على طول يطلب من الدكتور علاج للاملاح. الصح
هو مش كده خالص، لان الطبيعي ان الكلى ربنا اصلا خلقها عشان تفلتر الدم وتتخلص من الاملاح الزايدة من الجسم، تتخلص منها وتنزل في البول. فطبيعي ان انا لما اعمل تحليل بول الاقي فيه املاح. طبعا نوع الاملاح بيبقى مختلف، املاح اليوريت، املاح الكالسيوم، املاح الفوسفيت، كلها حاجات بتبقى ايه فلترة من الكلى. عشان كده مش اي املاح موجودة في تحليل البول بتستدعي ان انا اخد لها فوار املاح. طيب امال امتى نعالج املاح البول؟ نعالجها اعمل سونار، ولو لقيت ان في ترسبات او املاح موجودة في مجرى البول او ترسبات على الكلى، وقتها بس هتبقى محتاج تعالج الاملاح. وده هيكون من خلال الفوار زي ما اتكلمنا، وعلى حسب النوع. شرب المية طبعا ده حاجة بتبقى مهمة، وببعد عن بعض الاكلات على حسب نوع الملح اللي موجود. شرب المية الكتير هيعمل غسيل للمسالك البولية وهيتخلص من الاملاح المترسبة حوالين الكلى. نرجع تاني لموضوع ترسبات الاملاح على الكلى. كتير مننا بيعمل اشعة على البطن فيظهر له في التقرير رمل على الكلى. تعالوا نعرف بعض المفاهيم والمعلومات حوالين رمل الكلى. رمل الكلى هو ترسبات املاح على هيئة حصوات صغيرة الحجم، تبقى حبيبات عاملة زي حبة الرملة بالظبط، صغيرة جدا وكتيرة. الحصوات الصغيرة دي لو اهملناها، اللي هي الرملة ده لو اهملناها ممكن تتحول لحصوات كبيرة، وبالتالي بتعمل بقى مشاكل اللي هي الحاجات اللي هي بتسببها الحصوات. حصوة الكلى بتعمل ألم مفاجئ، ألم حاد في جانبي الجسم أو في تجويف البطن، بول أحمر، بول وردي. بعض الناس بتعتقد أن شرب المية من الحنفية بيزود تكوين حصوات الكلى وأن هو لازم يستخدم فلتر. لا يا سيدي، أنا يعني بطلب منك أن أنت اشرب مية كتير أيا كان نوع المية، ولكن خد بالك محتاج أكتر من لترين مية في اليوم على حسب وزنك وطولك وعمرك، في عشان نريح المسالك البولية. لو كنت مصاب بحصوات ونزلت مع البول ما ترميش الحصوة وما تتخلص من الحصواية، وإنما ارسلها عشان يتم تحليل الحصوة في المعمل عشان نعرف مكونات الحصوة ونعرف نوع الملح المكون ليها، لأن ده خطوة مهمة في علاج الحصوات. في الحلقة الجاية إن شاء الله هنكمل مع بعضينا الأملاح ولونه البول ورغاوي البول، وإيه أفضل مشروب بيعالج الإنسان نهائيا من الأملاح، وإيه الحاجة اللي هتعملها مرة واحدة وتخليك لا تشعر بالأملاح في البول أو العرق أو العظام. وكمان هتكلم المرة الجاية عن أملاح الدم العالية. ما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف الفيديو الجاي، لأن فيه أسرار وحاجات مهمة أكتر من كده.